مساء سعيد لجميع المؤلفين والمبدعين والناشرين وإعادة التقاط للتجميع. كم هو جميل أن نحضر جميعا هذا الحدث الهام، حدث ثقافي بامتياز ذو الخوض الأدبي، والذي تميز بحضور مجموعة من الوجوه البارزة في عالم الأدب والثقافة. شكرا مرة أخرى لوجودكم معنا هنا في هذا الدخول الأدبي لا رونتري ليتيرير الذي تنظمها الوزارة لأول مرة في الرباط هنا. الفكرة بالطبع هو دائما يعني العودة إلى ثقافة القراءة وثقافة الكتاب مع مجموعة ديال الأنشطة اللي كتقدمها الوزارة، بالطبع جائد المعارض الجهوية والوطنية والدولية. هناك مجموعة ديال الأنشطة اللي كتسهل الوزارة باش يعني تعرف بالكتاب المغربي وبالكتاب المغاربة. النقطة الأخرى اللي كنعتقدها مهمة هي كيف ما عرفتوا كان هناك يعني اتفاق مع وزارة التعليم باش ثقافة الكتاب وثقافة القراءة يعني تدخل المدارس المغربية والعمومية، لأن بالطبع إلا بغينا اليوم يعني نقويو الوجود ديال الكتاب والقراءة إلا وقت نبداو من المجال المدرسي، وهذا الشيء اللي كنشتغلوا عليه ونخدموا عليه مع وزارة التعليم إن شاء الله باش غدا يعني تولي القراءة، لأن الكتاب في الأخير هو ذاك الصديق. وداك الصديق اللي خصو دائما يكون معنا، وباش نعرفوا داك الصديق الاجيال الصاعده لابد ان نبداو بالمجال المدرسي، وهذا الشيء اللي قدمناه هو اللي كنخدموا عليه مع وزير التعليم الاولي. وان شاء الله باذن الله الهدف هو دوك المكاتب اللي تابعه لوزاره الثقافه واللي تابعه حتى للجامعات انها تفتح كذلك المدارس العموميه اللي كاينه في جهات المملكه. وشكرا. تحتضن المكتبه الوطنيه للمملكه المغربيه الدخول الأدبي لهذه السنة، وهذا الاحتفال هو ليس المرة الأولى التي تحتضن المكتبة الوطنية هذا النوع من الأنشطة للعلاقة الوطيدة التي تربط المكتبة الوطنية بدور النشر وبالمنشورات التي تنشر في بلدنا. من هذا المنطلق فهذا الاحتفال سيكون فرصة لدور النشر وللقراء وللمؤلفين أيضا لهذه المؤلفات بأن يلتقوا فيما بينهم ويتحدثوا عن مشاكل النشر وما نشر، ويقدموا في إطار معارض كما ستلاحظون تقدم فيها العناوين الجديدة والكتب التي تم نشرها هذه السنة، على أساس أن يكون هذا هو الافتتاح أو الدخول الأدبي الذي من خلاله ستتوزع هذه الكتب على المكتبات في جميع أنحاء المملكة. اليوم عندنا احتفال بالدخول الثقافي ديال 2023 اللي هذه هي الدورة السابعة اللي كاينة، وهذه السنة كانت بمناسبة الرباط كعاصمة ثقافية لإفريقيا. درنا هذا الدخول الثقافي في مدينة الرباط، واللي غادي يكون يقدم 200 ديال كتاب مغاربة اللي نشروا في 2022، واللي فيهم الأغلبية حاضرين هنا، لأن غادي يكون احنا حفل ديال الثقافة وحفل ديال الإبداع، لأن الكتاب المغاربة والناشرين والقراء غادي يكتشفوا بأن كاينين واحد الاجتهاد مهم جدا لتقديم الكتب المغاربه.